أدانت الحكومة المؤقتة ما تود السلطات الإيطالية الإقدام عليه من خلال عزمها إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية بعد موافقة البرلمان الإيطالي على ذلك. هذا وأكدت الحكومة في بيان أن ليبيا بلد حر وذات سيادة، ووضع على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكافة المنظمات الدولية والإقليمية أمام مسؤولياتهم في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا. هذا وبيّنت الحكومة أن القوات المسلحة عملت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، ولم تسجل أي حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمينها الجيد لشواطئنا.